يا صباح الخير والبركة لكل حدا انضم لنا عبر شاشة سما الفضائية. الأماني مهما تأجلت رح يجي فجر لألا تشرق فيه من جديد. المهم نتفائل، نكون عون لبعض ونصر على تحقيق أحلامنا مهما كانت الظروف صعبة. يسعد صباحك يا نور. يسعد لي صباحك يا ورد، وصباح الخير لكل حدا عم يحضرنا وانضم لنا هلا. إن شاء الله بداية هذا الصباح بتكون مليانة بالود والمحبة ومعطرة براحة البال والاطمئنان. صباحنا حيبدأ معكم من بعد ما نسمع هالغنية. الله يحميكم ويحمي كل السوريين يا رب. يعني نتفائل بس نشوف مناظر هيك، الناس نازلة على شغلة الصباح. إن شاء الله يا رب الخير والبركة للجميع. آمين يا رب. الصغار بيحلموا بيطمحوا، ولما نسأل حدا من الصغار شو بدك تصير بالمستقبل يا عمو بس تكبر، شو بيقول الجواب؟ دكاترة، مهندسين، تماما، محامين، مدرسين. أحلام الصغار ما لها حدود أبدا، سواء كانت بسن الطفولة أو حتى بس يكبروا شوي ويصيروا مراهقين. تماما ورد، وأكيد لكن الورد الولد بس لما يكبر شوي ببلش يغير رأيه، ببلش يبني أحلامه جديدة، بتكون عنده طموحات جديدة، بتتبلور شخصيته، بصير بيعرف شو بده وشو لازم يختار. يعني شغلة دكتور، مهندس، هدول القصص بتظن تتغير بتتبدل، ولكن أي حاجة تماما بس بيكون طفل، فبيكون هذا الموضوع هو اللي بيتعزز أكثر شيء عنده، وبيعرف وين نقاط ضعفه وقوته، فبيختار شيء ممكن يكون بعيد عن أحلامه. صحيح، بس يكبر شوي بيغير آراءه. أحيانا الظروف هي اللي بتمنع الشخص من تحقيق أحلامه، إن كان مادية أو اجتماعية أو غيرها من القصص. هاشتاج حلقتنا لليوم بيقول: ما هو حلم الطفولة الذي لم يتحقق؟ شاركونا بترك تعليق على البوست يلي بلشتوا تشوفوه على الشاشة. تماما، ومن بعض آراء الناس يلي رصدتهم كاميرا صباح الخير رح نتابعهم سوا. حلم الطفولة اللي ما تحقق شو هو؟ حلم الطفولة كل شيء حققته أن يكون صيدلانية، ما تحقق لأنه فتت اقتصاد، مهندسة، معمارية أو هيك شيء. دراسة. ليه ما كملت؟ ظروف. أني أدرس تحضيرية طب. أنه صير طيار وما تحقق صرت مهندس شغلة تانية. أنا حلمي أنه صير عاجفة وهيك بس، ولا هلا اسمه تحقق وان شاء الله بيتحقق. عم تشتغلي عليه؟ اكيد. شو عم تعزفي؟ كمان. في شيء ما تحقق لانه حلمت اني انا اصير ادخل الفنون الجميله، اصير مصممه ازياء، ما قدرت احقق الحلم. كان حلمي افوت حقوق، فتت ادب عربي. بتتضايقي؟ عادي. هلا اتحقق حلمي انا. كان حلمي اني افوت ادب انجليزي وكفي دراسات ولا اصير اعرف لغه ثانيه يعني غير لغتي. تخرجت من كم يوم وسجلت على الدراسات العليا. في كثير احلام ما تحققت بس يعني بعد تتحقق. مثل شو؟ يعني نسافر هيك على بلدان جديده. هلا هذا حلم الطفوله اللي حكينا عنه يا نور، بس نكبر شوي بيتغير، بصير بدي ادرس، اتزوج، اجيب عيله وجيب اطفال لحتى كون اسرتي، ولكن الحياه الزوجيه بيتخللها الروتين والملل بعد مرور الوقت، وضغوطات الحياه اليوميه بتاثر كثير على هالموضوع، ولا شك انه شكل العلاقه بيتغير وبيتجه بمنحى ثاني تماما، بس الزوجين الذكيين هن اللي بيعرفوا امتى وقت كسر الروتين بيناتهم وكيف. تماما، وعوامل كثيره بيناتهم ممكن تخلي الروتين يتخلل العلاقه الزوجيه. كيف بيقدروا الشريكين يتعاملوا مع هالموضوع؟ وهذا الأمر ذاته عند كل الأزواج رح نتعرف عليه مع الاختصاصي النفسي علي عبد الله. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أستاذ. يسعد صباحك أستاذ، أهلا وسهلا فيك. يعني من اختصاصك الاختصاص النفسي، شو بيتغير بالنفسيات بين الزوجين بس يتزوجوا؟ بيكونوا هايمين ببعضهم، مو مصدقين إمتى يكونوا تحت سقف واحد، مو مصدقين إمتى تخلص حفلة الزفاف لحتى يبدوا فعلا ايدهم بايد بعض. مرقت سنه يا اخي، سنتين بالكثير، وتغير، وشو بيصير؟ الحقيقه الموضوع مرتبط بكثير اسباب وعوامل محتمله، يعني ممكن يخطر على بالنا التوقعات اللي موجوده عند كلا الطرفين. شو يعني زواج؟ طبيعه المهام، طبيعه الحياه الزوجيه، والنماذج اللي قبل نحن وقت كنا باسرنا قبل ما نرتبط كنا نشوفها كاباء وامهات كيف بيتعاملوا مع بعض. الواقع يمكن بعدين يختلف احيانا لدرجه يعني يصدم واحد من الطرفين او الاثنين. وبالمرحله الاولى من التعارف بالخطبه او حتى بالمرحله اللي بتسبق الخطبه
في هيك سعي دائم انه نظهر بافضل صوره ممكنه، اعطاء افضل صوره ممكنه للطرف الاخر. بالحياه الواقعيه والمسؤوليات اللي بترتبط بالحياه الزوجيه في كتير محكات ممكن تكشف انه الموضوع مو مثل ما كنا متوقعين، ولا الشخص نفسه مثل ما كنا عم ننطر. يعني ممكن يعني الطموح او سقف اللي انا بنيته حسيته انه تحت هذا البيت مو هذا هو، يعني ليش وصل لمرحله بعد ما تصير تحت سقف واحد انه مو هذا هو الشخص اللي حبيته، مو هذا هو الشخص اللي انا كان يعني ناطف قلبي لحتى ارتبط انا وياه ونقعد، ليش سقف الطموح بيهبط فورا وبتتغير كل هاي المفاهيم؟ لانه بالتفاصيل اليوميه بنكتشف اشياء ما كنا بنعرفها اولا، ثانيا نحن عم نحكي بالاحتمال المثالي تبع الاختيار الحر، وانه نحن اثنين عم نحكي عن شخصين بيحبوا بعض واختاروا بعض وارتبطوا، في كثير حالات هي مو هيك الحقيقه بشكل واقعي، زواج تقليدي، زواج ما في اختيار حر، فبالتالي انا عم بتعرف هلا على الشخص، كمان هي وحده من الاشياء اللي ممكن فعلا تضغط وتزيد العبء بالعلاقه وبالتواصل وتسبب كثير مشاكل. صحيح. وبالتالي فعلا الطموحات والتوقعات اللي كنا الورديه تماما اللي كنا عم نستناها ما نلاقيها تماما. بنفكر انه الزواج انه كل يوم بده يغديني بمكان ويعشيني بمكان، طيب خليني اكون مو كثير كمان مبالغ، بنفكر انه الزواج انه انا شو ما طلبت امين، وهي عم نحكي عن السيده، والشاب كمان بده يرجع على البيت يلاقي طبخته جاهزه، يلاقي قمصانه مكويه ومعلقه، يلاقي البيت بروايح طيبه ناطرته. بيجوا بعد شوي مثل ما ذكرت الواقع غير، الواقع في انتظار على الموبايل لرساله جره الغاز، الواقع في وقفه صحيح. على دور البنزين للأسف. في وقفه على ربطه الخبز، الواقع صعب، وبيجي الاولاد كمان فبيدخلوا بدوامه المشاكل والروتين. الروتين كيف بيتكون بالعلاقة الزوجية وكيف ما ننتبه انه صرنا بالروتين؟ الروتين بيجي من الضجر والملل، الضجر والملل له علاقة انه نحن ما عنا ما عم يصير اشباع عاطفي نفسي اجتماعي بالعلاقة بين الشريكين. هذا بيصير ربما بحالات معينة بعد فترة طويلة من الزواج. ومرتبط كثير بسمات الشخصية عند كلا الطرفين، يعني في ناس عندهم موضوع المرونة النفسية والتغير، قدرة على التكيف، على التأقلم مع الظروف والضغوط يعني ضعيفة شوي، هذا بيصعب الأمور. فبصير التواصل سطحي آلي بحدود الواجبات اليومية اللي لازم علينا نعمله بالنسبة للأولاد، بالنسبة للبيت، وبتروح الـ 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 يعني الشيء الأساسي بالعلاقة بين الاثنين هو المودة والمحبة والشغف. ما في شيء جديد، بصير بنعرف كل يوم كيف بده يمرق، وهذا فعلا مقتل للعلاقة الزوجية. ممكن فعلا يصير بعد فترة طويلة من الزواج، والحقيقة أحيانا ممكن من البداية وقت بتكون المفاجآت كبيرة بالمعنى السلبي، تنتهى بين الطرفين تماماً. ولو أنه ما صار طلاق وانفصال علني، ممكن يصير طلاق نفسي أو عاطفي. نحن نسميه، نحن عم نحكي عن زوجين عايشين مع بعضهم بنفس البيت بس هن نفسيا وعاطفيا منفصلين، وهذا بيأثر على كل مناحي الحياة وعلى حتى نفسيات الأطفال، وتواصل الزوجين مع بعضهم بيكون كتير بارد وكتير سطحي، مثل ما انه مقتصر تماما على الواجبات، تماما اداء الواجبات اللي هي بتعتمد انه هم فعلا زوجين وابوين لاطفال اللي ممكن لازم يلبوا لهم احتياجاتهم، ولكن ما في تواصل، ما في ود، الروتين قتل العلاقه. هل فينا نقول الروتين هو بيقتل كل العلاقات وبيدخل كل العلاقات الزوجيه، ولا لا ما فينا نعمم هذا الشيء على كل العلاقات وترجع لطبيعه الاشخاص؟ متوقع يصير الروتين بكل العلاقات الزوجيه، انما أثره شدته وتعطيله للحياة ترجع لطبيعة له علاقة تماما بطبيعة الأشخاص. الروتين مرتبط كمان بأشياء كثير، العلاقة مثل ما تفضل سيد ورد، هلأ الضغوط اللي عم نعيشها، الضغوط الاجتماعية والاقتصادية بتأثر كثير كيف نتواصل مع بعض، شو اهتماماتنا، شو أولوياتنا، لأنه تمام. مرتبط موضوع بالإمكانيات كمان. بلحظة من اللحظات يمكن يكون مشوار كان عم يكسر الروتين، هلأ نفكر كثير قبل تمام. ما نعمل هذا المشوار، التكلفة ممكن نفكر انه في اولويات، لازم أهم. نعمل المشوار استاذ بين المطبخ والصالون والصالون نطلع على البلكون مثلا، مشوار عاملين اليوم مشوار على البلكون، طبعا شر البليات ما يضحك، ولكن هذا الواقع صعبة. للاسف للاسف ظروفنا صعبة. طيب خلينا نروح استاذ اذا بتسمح لنا لنشوف الروتين اللي هو مرتبط بكثير من مناحي حياتنا للاسف، ولكن لما يكون بالحياة الزوجية شو الطرق اللي بتكسر فيها الروتين؟ هذا السؤال يلي طرحته كاميرا صباح الخير على مجموعة أشخاص إن كان داخل الأسرة أو خارج الأسرة، الأسرة عفوا، رح نسمع مع بعض شو قالوا ونرجع لنكفي. بدي أسألك عن كسر الروتين بالعلاقة الزوجية، شو بتعمل تكسر الروتين؟ والله سألتي الحد الغلط، أنت الصح. نغير جو. كيف؟ نطلع مشوار.
نرجع لروتين الحياة الطبيعية، ورد بنطلع مشوار، بنروح زيارة، يعني أي شيء. تكسر الروتين بأي شيء على فكرة، كسر الروتين شيء سهل كتير وبسيط كتير. حتى علي نكسر الروتين، هلا هي الحياة دائما نفسها بتكسرك الروتين بمشاكلها بشغلاتها التانية، بس إن شاء الله الواحد بيحاول يكون يمشي على طريق الصدق، على طريق التسامح، هذا اللي بيخلي الحياة تكون مستمرة وكويسة، وهو هاي الشيء الأساسي. يمكن تتمشى بالأسواق، نغير جو، ننصدم شوي بالأسعار. هاي ترجع للطرفين عاد، عرفتي كيف؟ يعني بالتفاهم بين بعضهم، يعني يفتشوا عن سبب جديد أو حالة جديدة يعيشوا فيها، بصير روتين مختلف. يعني نطلع برا البيت على الحديقة، مطعم، هيك. الروتين قائم بحياتنا، بمجال عملنا، برفقاتنا، بالعلاقة الزوجية. بقى هون بيرجع لطبيعة الشخص، هو قادر يكسر هذا الروتين، يرجع يغير شوي. خلينا ناخذ من حضرتك شوية نصائح ممكن احنا نقدمها لكل الأشخاص اللي عم يحضرونا، كيف ممكن نكسر الروتين بطرق كتير بسيطة، كتير سهلة، بتوفر على جيبة إن كان الرجل أو حتى المرأة بظل الظروف يلي نحن عايشينها. تمام. القصة مرتبطة كتير أو لها علاقة بالعوامل اللي وصلتنا للروتين. مثلا إذا كنا عم نحكي عن زوج مكتئب أو زوجة عندها مشكلة نفسية اجتماعية بالمعنى اللي واصل تقريبا للمرض، هذا بيأثر على التواصل وعلى الحياة، ممكن يوصل للروتين. الوضع الصحي السيء المزمن، إذا حدا عنده مشكلة صحية مزمنة أو مرض، ممكن هذا يكون ضاغط ومستمر وبيوصل للروتين. الضغوط بشكل عام، عموما فينا نعمل شوية إجراءات بسيطة. نحن عم نحكي عن ظروف صعبة بالعموم، رغم هيك الفكرة ممكن تكون كتير بسيطة، هي مفاجآت صغيرة غير مكلفة، لها علاقة أو يعني خلينا نقول مدروسة ضمن الإمكانيات. تمام. دائما نكون عم نحاول شيء تاني نقدر نعمله، نتذكر الأشياء السارة اللي كنا نعملها قبل بالمراحل الأولى بالارتباط أو العلاقة. يمكن يكون مشوار ولو تمشاي بسيطة تكسر هذا الروتين. الكلمات الطيبة، التعزيز بالتواصل، يعني ممكن نحن نوصل لمرحلة نعتبر واجبات الأم أو الزوجة 1 2 3 واجبات الأب أو الزوج، هيك ما بنشكر بعض على هاي الواجبات. ممكن شوية شكر، شوية مديح قدام الآخرين يخلي شوي في هيك كسر للروتين، إحياء لهي العلاقة. السفر لأيام بسيطة، ممكن لنا زمان ما سافرنا على الضيعة، ما سافرنا لمحافظة تانية، لو عدة أيام كل كم شهر. تماما. قضاء يعني قضاء أوقات عفوا خاصة بين الزوجين بعيدا عن الأولاد والأعباء والتفاصيل العلاقة بالأسرة ككل. هدول الاثنين لحالهم يرجعوا يعيشوا ككبل يعني شركاء اثنين مع بعض. وبالعموم القصة كتير مرتبطة بموضوع شو العوامل اللي وصلتنا لهون الحقيقة. يعني ممكن يكون إذا كنا عم نحكي عن علاقة بالبداية هي ما كان في اختيار حر، فبتتعقد القصة لحتى نكسر هذا الروتين. بيصير أي تصرف خاطئ من الطرفين هو مدعاة لمشكلة عند الطرف الآخر. الحديث طويل وقلنا لقاءات قريبة إن شاء الله بأسابيع قادمة لنحكي فيها ونتوسع. بدي أشكرك لوجودك معنا، أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك أستاذ. شكرا لكم. دائما كانوا يصوروا لنا المرأة على أنها ضعيفة أكيد بدنيا أكثر من الرجل، لكن في دراسات ممكن تكون مفاجئة للكثير من الرجال بخصوص هذا الموضوع. رح تخبرنا عنها آية دمشقي. برأيك مين أقوى بدنياً، المرأة ولا الرجل؟ لا الرجل طبعاً. إيه. لأنه المرأة بجسمها أنعم وعضلاتها كمان أنحف وأنعم. صح إنه الرجل إنه هيك بيلعب رياضة وإلى عضلات، بس إنه أنا بحس هيك المرأة إنه هي أقوى من الرجل بدنياً. هلا بالنسبة للقوة طبعاً الرجل، بس بالنسبة للتحمل أكيد المرأة. يعني هي أقوى. المرأة ما فينا تقوم الأعمال مجهدة مثل الرجل، فالقوة البدنية للرجل أكيد. طبعا جينات الرجل ما تخلي نسبة العضل فيه أكثر، والمرأة نسبة الشحوم فيها أكثر. بكل أهلا مثلا إذا قربت أنا وقرب هو، هاي مثال بسيط هالقدو، بيستأجر هيك الفرش شي 10 أيام بيشغل العيلة كلها، أنا بقرب وبطيب ما بلهم. لا باعتقادي الرجل كمان قوي، بس المرأة كمان احتمال تكون قوي من الرجل. يمكن الأمور اللي الرجل بيقدر يعملها المرأة ما بتقدر تعملها أو ما تقدر تتحملها. أنا أعمال قوي مثل تكسير الحجارة مثلا، الأعمال الشاقة مثلا، هي صعب على المرأة أنه
يعني من يعني مو مثال المستحيلات انه تكون فيها مرأة الا اذا كان مثلا عزمها مساوي لعزم الرجل او هيك شيء. امور صعبه شاقه. هلا حمل قنينة الغاز، حمل مثلا شغلات ثقيله طبعا الرجال. ايه العماره ما بتحسن، وبال بظن بالسواقه ما بتحسن. اذا مثلا تاكسي هلا هون مو مرجحه. اي اعمال بدنيه مجهده عضليه ما فيها المرأة تكون فيها. بعض الرجال خصوصاً بعالمنا العربي عندهم اعتقاد أنهم هن أقوى من النساء، لكن العلم أثبت أنه هذا مجرد أوهام. فالنساء بيقدروا يعملوا كل أعمال الرجال، هذا غير تحملهم وجع الولادة يلي ما بيتخيل الرجال حتى كيف بتكون درجة ألمه. الرجل فيه يتحمل آلام الولادة اللي بتزعج؟ طبعاً ولا بيتحمل حتى وجع الشهر ما بيتحمل. طب ما بيقدر. الرجل بيعتقد انه الاقوى لمجرد انه من الناحية الشكلية اطول من المرأة بحوالي 15 سنتيمتر كحد متوسط، وعظامه اكثر كثافة، وبيمتلك اوتار اقوى الى جانب زيادة كتلة العضلات بجسده. لكن الدراسات اثبتت انه جسد المرأة اكثر مرونة وقادر على الصمود أكثر من الرجل. طب برأيك مين عمره أطول، المرأة ولا الرجل؟ بيقولوا في قاعدة إنه الرجل بما إنه بيقوم بشغلات أخطر فبيكون عمره أقل. بظن الرجل. ليه؟ لأنه باعتراف إنه المرأة تكبر أكثر وأكبر منه. على المرأة. لأنها بتتأثر على الرجل. المرأة. المرأة لأنه يعني عندها مثل ما قالت رفيتي التحمل، قوة التحمل أكثر من الرجل. هلأ إيه أكثر أحيان المرأة. سبحان الله. بإحدى السنوات تقصى الباحثون معدلات الوفيات للرجال والنساء يلي عانوا من المجاعات والأوبئة، ووجدوا أن النساء صمدوا بالمحن اللي مروا فيها لفترة أطول. وأيضاً أثناء تفشي الأمراض على مر السنين عمرت النساء لفترة أطول من الرجال بسنتين. فالعلماء بيعتقدوا أن المرأة عندها جهاز مناعي معزز، فتركيبها الوراثي وهيكلها الهرموني لهم دور مهم بضمان طول عمرها أكثر من الرجل. بنحاول من خلال مطبخ صباح الخير نقدم وصفات متنوعة ترضي كل الأذواق. أقراص النعناع طبق اليوم يلي رح يعرفنا على مقاديره وطريقة تحضيره الشيف حسن. يسعد صباحكم من جديد. وهلأ مثل ما قلنا عم نساوي نحن أقراص بنعناع، اللحمة أقراص اللحمة بنعناع، وحنبلش نحن نقول المقادير مع بعض. عنا حوالي نص كيلو لحمة مفرومة ناعمة، عنا حوالي جرزة نعناع مفرومة مقطفة، قطفنا الوراق وفرمناهم تمام، عنا زيت مشان نقلي فيه، وعنا حوالي حبة بطاطا مسلوقة ومهروسة، وعنا ملح وفلفل. وبالنسبة للصوص هنستخدم نحن قسم من هذا النعناع وقسم بدنا نحطه باللحمة وقسم بدنا نساويه بالصوص. عنا بالنسبة للصوص مثل ما قلنا نعناع، وعنا ثوم مهروس حوالي شي 4 اسنان او 5 اسنان ثوم، عنا عصير حامض، وعنا نص معلقة نص كاسة مي، وعنا حوالي معلقة كورن فلاور او نشا مشان يجمد يمسك الصوص. عم بلش هلا اول شيء مع بعض نحط اللحمة ونتبل اللحمة سوا مع بعض. مثل ما قلنا حنستخدم نحن نص تقريبا نص الكمية النعناع، وحنحط مع البطاطا بدنا نخلطهم. هون حضطر انا استخدم ايدي عشان نقدر نخلط مزبوط. حنينا نحط شوي كمان الزيت على النار، انا مشغل الطنجره عشان نقدر راسا مباشره بس لنقرص ونباشر بالقلي. وانا هون حنقدم قدام منا نبلش قدام منا نحن حنقدم كمان سلطه السبانخ، كثير مفيده وكثير طيبه وكثير سهله. هلا بنشوفها طبعا شلون بالاخير مع بعض. هلا بدنا نحط الملح، نحط الفلفل، بالشكل هذا. هلا بنرجع ونخلط اللحمة مزبوط.
أنا مضطر هون نستخدم إيدينا كرمال إنه كلتره ينعجم مع بعضه. في ناس ممكن ما يحطوا له بطاطا، بس أنا بحط له بطاطا مشان تكمش أكثر وبتعطي كمية أكبر شوي وما بتأثر على الطعمة إطلاقاً. هلأ هيك عم نحط نخلطهم مزبوط. رأس النعنب بدها تكون تقريبا حوالي هيك حجمها حيكون، وسماكتها حوالي بين النص سنتي والسنتي عشان تستوى قوام، ما بتاكل وقت بالتسوية. هلا هيك تقريبا صارت جاهزة عنا، حنبلش نقرص. نحن بدنا نكورهم بالشكل هذا، نكورها بعدين بنفعسها بنضغطها بهالضغطة هي. صارت عنا القرص بنعنع صار جاهز. عم بلش هسه نحطه بالزيت. عم بلش الثانية. كثير سهلة هالأكلة، كثير طيبة، ممكن تستخدم كمقبلات، ممكن تستخدم كوجبة عشاء إذا بتنحط مع خبز أو يقدم منها مثلا ممكن رز على هوا رغبة البيت، بس الأغلبية هي نوع من أنواع وجبة خفيفة تعتبر للعشاء أو طبق جانبي. نزلهم بالشكل هذا. هلا هي أكلة مثل ما قلنا خفيفة وسريعة. هلا بهالوقت هذا ممكن نحن نحط الطنجرة على النار بين ما نبلش، إذا بدنا نساوي الصوص تبعنا، بس حنساوي نحن الصوص تبعنا بالفقرة الثانية، بس لبين ما تكمش اللحمة شوي تنقلها. هلا هيك هلا مثل ما قلنا عم نحط اللحمة عم تنقل شوي شوي، قوينا النار عشان نحط كمالة اللحمة. نحن منكورها هالتكويرة هاي كرمال تكمش مع بعضها وما تفرفت. هلا شوف هلا منقوية النار خليها تستوى بس القسم الاولاني، نحن بنعرفها انه استوت اللحمه وقت بهالحاله بتبلش هون يتغير لونها، السطح تبعها الخارجي اللي قلنا صار وقت بيتغير لونها ببلش صار فينا نقلبها. لا لساتها هي طريه، عشان هيك لسه بدها شويه وقت. بالشكل هذا كما قلنا نحن هي بتاكل شوية وقت بالتسوية، بس أكلة بتستاهل الانتظار وبتستاهل إنه يستناها الواحد شوي شوي. هلا هيك نحاول كمان نضيف قطعة ثانية كمان، والله إنه لأنه اللحمة بتكش صار في عنا مجال إنه نحط كمان قطعة، حنساوي كمان قطعة. هلا هيك بدنا نستناهم ليستووا.
طبعا نحن دائما نسويهم هلا نحن صار فينا لبين ما نخلص تقلية اللحمة كلياتها نرجع لعند الشباب وبنكمل باقي الفقرات لبين ما نخلص تقلية وبنسوي بالفقرة الثانية بنساوي الصوص مع بعض وبنطبق السلطة. يسعد صباحكم عن جديد. وصلنا معكم لفقرتنا الطبية اللي رح نحكي فيها عن العين الكسولة يلي هي مشكلة صحية تصيب العين خلال مرحلة الطفولة، تتمثل بتركيز الدماغ على عين واحدة دون الأخرى، وبحال عدم تحفيز العين بالشكل المطلوب ما رح تتطور الأعصاب المسؤولة عن النظر بالعين مثل ملازم تكون. عن هالموضوع رح يكون حديثنا مع الدكتور فارس عطار الاختصاصي بأمراض العين وجراحتها. يسعد صباحك دكتور، صباح أهلا خير. وسهلا فيك. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. يعني عم نحكي عن شيء ما له بنسبة قليلة للأسف بالآونة الأخيرة، عم نشوف أطفال عندهم شيء اسمه متلازمة العين الكسولة، شو يعني؟ تمام، هلا العين الكسولة هي بشكل عام من أهم المواضيع اللي لازم نحكي عليها، يعني لازم يكون عند المجتمع فكرة واضحة ومفصلة عن هالموضوع، لأن هي مشكلة إلها حل إذا قدرنا نكشفها بكير ونعالجها بكير. إذا جاوزنا عمر معين هلأ بنحكي عنه ما عاد إلها حل ولا أي علاج بالعالم. كتعريف طبي لمتلازمة الكسل الوظيفي، هي نقص بالقدرة البصرية بسبب تطور غير طبيعي للمراكز العصبية المسؤولة عن البصر في الدماغ نتيجة اضطراب التنبيهات الضوئية في مراحل مبكرة من الحياة. يعني عنا نحن ضعف نظر شديد، لو حطينا نظارات ولو حاولنا نصلح هالضعف بالنظر ما ممكن نوصل لنتيجة إلا بطريقة علاج معينة. تمام، هلأ هو بيصيب الأطفال من عمر الولادة لحتى لعند السنوات الأولى من الحياة. بعدها بيكتمل تطور المراكز البصرية وبالتالي ما بيحدث، يعني نحن عندنا فترة تدخل من سن الولادة لحتى عمر 7 لـ9 سنين فقط ماكسيموم، بعدها مستحيل. تمام، مشان هيك هذا الموضوع كثير مهم حتى ننبه الأهل انه نحن نفحص بأعمار معينة لحتى يتم العلاج بشكل مبكر ونلاقي طبعاً الحلول المناسبة. طيب دكتور، شو الأسباب اللي ممكن تظهر عند الأطفال وخاصة بمرحلة اللي عم تقول عليها هي الطفولة أو الوليد؟ ليش ممكن نقدر نشوفها عنده لهذا البيبي اللي ممكن ليش ما تطورت بعدين؟ تمام، هلأ هو له أسباب كثيرة، أهم سبب نسميه نحن تفاوت سوء الانكسار بين العينتين، يعني عنا نحن درجات نقص بعين أكثر من عين أو ضعف نظر بعين أكثر من عين، سواء كان مد بصر أو حسر بصر أو الحرج الأستيغماتيزم. تمام، هل تفاوت سوء الانكسار عم يصير عنا أنه عين مثلا فيها 3 درجات عين فيها 1/4 درجة، فالدماغ عم يصل لصورتين من عينتين، صورة من عين اليمين صورة من عين اليسار عم يدمج بيناتهم. هلا الصورة من عين اليمين عم تصله بالعين اللي فيها 3 درجات صورة مشوشة، من الصورة العين اليسار عم تصله واضحة، فلما عم يدمج بيناتهم عم يلغي الصورة المشوشة ويحافظ على الصورة السليمة مشان يعطينا نظر جيد. هالشيء عم يساوي الكسل انه عم يعتمد بس على العين اللي درجاتها اقل واوريدي هيك عم يقوى العصب تبع العين، عم يقوى العصب تبع العين السليمة وبنفس الوقت عم يضعف العصب تبع العين المصابة. شو عم يصير؟ هي ليش هذا السبب مهم
وهو شائع. أول شغلة إنه نحن عنا شكل العين طبيعي، يعني الأهل عم يشوفوا ابنهم طبيعي، عم يشوف ما عم يشكي من شيء، باعتبار الأعمار اللي عم تنصاب هي أعمار صغيرة، فطبيعي شكل العين وما عنده أي مشكلة، بالتالي عم يتأخر التشخيص وعم يتأخر العلاج وعم يصير العلاج صعب. لأنه ما بيقدر يوصلنا الفكرة الصحيحة. تماماً. هذا أول سبب. السبب الثاني هو وجود حول بالعين. هلا وجود حول بالعين كمان عم يعملنا كسل، وكسل شديد. عنا عين مو على استقامة، يعني ما لها مستقيمة، وعين مستقيمة، فالدماغ عم يعتمد على العين المستقيمة مشان ما يصير ازدواج بالرؤية. هلا هذا السبب هام، ولكن عم ينبه الأهل بوجود الحول، عم يشوفوا إنه في شيء غريب بشكل عينه، فعم يخضعوا على طبيب العيون بوقت مبكر وعم يتم العلاج وننتهى من المشكلة. تمام. هو الفكرة لما يكون في شكل فيزيولوجي غريب فالأهل بيتنبهوا. عم يتنبهوا الأهل. بس الحالة الأولى اللي ذكرتها هي الأكثر. ما في أبدا. هلا بنحكي شلون نتجاوز هاي المرحلة. أوكي. الأولى. السبب الثالث هو الساد الخلقي او المياه البيضاء الخلقيه عند الولد، عتامات العدسه، ممكن تكون احاديه جانب، ممكن تكون ثنائيه جانب. هي عم تعمل لنا كسل شديد جدا، راح ينتبه عليها طبيب الاطفال بالمشفى لما يولد الولد، تكون الحدقه لونها بيضاء. كمان عم يعمل تحويل لعند دكتور العينيه، هون لازم تدخل جراحي باعمار كثير باكره، لانه ممكن تكون هاي المشكله من هو بيولد عنده مي بيضاء. بيولد عنده مي بيضاء، فهون طبيب الاطفال بيحولنا يوم نعمل عمل جراحي ولو باعمار باكره جدا. وفي اسباب كمان عديده مثل انسدال الجفن، هبوط الجفن، فالدماغ عم يشوف بعين، عين هذا الجفن ما عم يشوف فيها. احيانا مره بنصادف تسريحه الشعر، يعني ولد مدلل اهله مطولين له شعراته، نازل الشعر على عينه مثلا اليمين. اوكي، بنفحص ما في ولا اي مشكله، نطلب صوره قديمه بنلاقي على طول شعره نازل على عينه مثلا اليمين، عم يعتمد الدماغ على العين اليسار وما تطورت المراكز البصريه. نقطه جدا هامه. أي؟ لازم ما يكونوا نازلين الشعر على العيون، يعني لازم ننتبه انه العينتين يكونوا على عم يشوفوا بنفس السويه. تمام. طب دكتور، اليوم كيف بدنا نشخص انه هذا الطفل عنده عين كسوله وعنده عين نشطه اكثر من الثانيه؟ وبنرجع باكد على الحاله الاولى اللي ما بيكون في تشوه فيزيولوجي باحدى العينين. تمام. هلا كل المرضى اطفال حصرا، مو كبار بالعمر، ماشي. بالتالي نحن حتى الطريقه الوحيده لحتى نشخص هو الفحص الدوري، يعني نحن ابننا عنده شيء او ما عنده شيء بشكل عيونه طبيعي، لازم بعمر اقل شيء يعني 4 سنوات الطفل يكون قادر انه نفحصه. عمر 4 سنوات الاهل لازم ياخذوا اولادهم عند طبيب العيون. صحيح. لها حتى نعمل فحص دوري، لانه اذا طبعا راح تنكشف المشكله اكيد عند طبيب العيون، ما في مشكله كسل ما بتنكشف، بنكشفها وبنعالجها وبنحصل على نتائج كثير حلوه. طيب ممكن دكتور النظاره هي اللي يكون حل لحتى النظارة نشط العين الكسوله، والعين الثانيه ما نعطيها نظارات لانه بجوز هي نشطه، يعني عم تشتغل باداء الوظيفي يكون سليم وصحيح. تمام. للاسف النظاره هي العلاج الاساسي بالكسل بس، ولكن ليست الحل. احنا بنحط النظاره، قلنا مثلا المريض عنده 3 درجات ربع درجه، حطينا له نظارات قدام عينه، بنلاقي انه ما عم يشوف 10 من 10 بالعين اللي فيها كسل. الحل هون ببلش انه نعمل تغطيه للعين السليمه. يعني نحن نسكر العين المنيحه ونجبر مع النظارات، حاطين له نظارات، نجبر العين الكسوله انه تشوف. بنخلي الولد يشوف خاصه على المسافات القريبه، يعني بنخليه يمارس جهد فيها ولو كان الاجهزه الالكترونيه، بنخليه يمارس جهد فيها مع النظاره وبتغطيه العين. هلا تغطيه العين عم تكون حسب شده الحاله، ممكن نغطي 2 ساعات باليوم، ممكن 2 ساعات، ممكن تغطيه متواصله حسب شده الحاله، ونخليه يرسم او يكتب. طبعا هي كمان نقطه هامه، انه نحن لما بيجي المريض لعنا على العياده بنوصف له انه الاهل لازم تغطوا له عينه، لازم ينتبهوا على النقطه ما يغطوا له عينه بوقت هو النوم. قاعد فيه او نايم ما عم يعمل شيء، والله غطينا له عينه 2 ساعات. لا صدر. هو عم يشوف تلفزيون، لا عم يشوف تلفزيون يدرس. خاصه المسافات القريبه لنا يكتب. الاجهزه الالكترونيه ممنوعه عند الاطفال، يعني استخدامها سيء كثير. هيك المفروض بس ما في هذا المفروض ولا يا دكتور. بهي الحاله بالذات بنسمح بالاجهزه الالكترونيه، معلش خلي العين تتعب وتجهد حالها لحتى تتطور وتوصل للعين السليمه. عم تذكرني دكتور مثل بالنادي الرياضي لما الكوتش بيشوف مثلا عند لاعب الزند اليمين اضعف من الزند اليسار مثلا. تماما. فبيقول له انت زيد 3 عدات على الزند اليمين لحتى يلحق الزند اليسار، حتى يقدر يلحق الزند اليسار. صحيح. قريب التشبيه. تماما. طيب دكتور، عندنا تخطيط عصب بصري نحتاج ببعض الاحيان؟ لما هلا في بيجينا حالات عمره مثلا 20 سنه او 25 سنه على الصدفه سكر عين، لا انه ما عم يشوف فيه منيح، راجع طبيب العينيه، او نحن بالعياده عم نفحصه عم تشكي شيء، ما عم يشكي شيء، بنفحص بنلاقي عنده كسل مو منتبه.
لحتى نتاكد انه هذا الشيء كسل ممكن نعمل تخطيط عصب بصري انه بس لحتى نعرف انه هذا كسل. طبعا فوق عمرك 9 سنين صار العلاج صعب ومستحيل ما عاد لانه المركز البصري لم يتطور خلص تطور عمرك 9 سنين على الوضع اللي هو فيه وما عاد يتطور اكثر ولا باي علاج. هون بنلجا للعمل الجراحي دكتور ممكن لا. ولا لا خلص بده يتعايش مع هذا الوضع اللي هو فيه مثل ما هو. عشان هيك هو كثير موضوع مهم لازم الاهل لازم ينتبهوا على هذا الشيء ياخذوا اولادهم على الطب لاني الولد بعد عمر رح يقول ليش ما عالجوني اهلي. طيب دكتور الكسل الوظيفي ممكن نشوفه بالعينتين ولا لا خلص هو عين واحده هي صارت هي المتلازمه موجوده فيها؟ ممكن يكون عينتين بس الحالات الاكثر هي عين واحده اللي هي قلناها تفوت سوء الانكسار. عينتين ممكن مثل حالات الساد الولادي لان مي البيضه الولاديه لما بيولد معه مي بيضه بتكون ثنائيه الجانب احيانا. احيانا درجات الماديه مد البصر اذا كان بالعينتين وعالي ممكن يساوي كسل وظيفي بالعينتين. والعامل ولكن الوراثي العامل الوراثي بالدرجات درجات ضعف النظر هي عامل وراثي. احيانا كثافات القرنيه يعني عتمات الاوساط الكاسره بالعين كمان بتكون وراثيه بتعمل نفس الشيء. طيب دكتور انت ذكرت من شوي انسدال الجفن ان كان لا يغطي الحدقه بشكل كامل او بشكل طبعًا. جزئي لا اذا بشكل جزئي ما بيعمل كسل اذا بشكل جزئي ما بيعمل شوف لسه العين. طيب دكتور ليش بينسدل الجفن من الاشخاص خلقيا خلقي كمان نحن في عنا عضلات رافعه للجفن بكون في ارتخاء فيها او ارتخاء في استفاق العضله هون بيصير انسدال وله حل جراحي وناجح جدا. تمام وحل الجراحي نحن ممكن نعمله بعمر مبكر ولا ممكن يتطور طبعا لا نعمل حل جراحي مبكر ومنعلق العضله بحيث انه يقدر يرفع جفنه ويفتح عينه ونفس الوقت يقدر يغمض عينه. حلو ما تصير تم العين مفتوحه. تمام. طيب دكتور خلينا نحكي عن الليزر والليزك وهدول القصص فينا نعالج فيهم الكسل الوظيفي عند بعض الاشخاص اللي عندهم هاي المتلازمه؟ هلا شوفي بالنسبه للليزك الليزك ما بصير ينعمل تحت عمره 18 قطعا. نحن طفل عنده كسل وظيفي عالجناه تحت عمره 9 سنين غطينا له عينه وصلت عينه الكسوله للعين السليمه وصار يشوف 10 من 10، هذا الطفل سبب الكسل عنده فرضا درجات. هون فينا نعمل له ليزك بعد عمر ال 18 بعد ما نكون حلينا مشكله الكسل نعمل له ليزك، طبعا العمر ال 18 مو هو الشرط الاساسي يعني لحين ما تتصلب القرنيه بشكل مثلا او الدرجات، نحن العمر ال 18 يوقف تقريبا وقفوا الدرجات عن التطور يعني وقف الضعف انه عم يزيد. هذا شرط. الشرط الثاني ثبات بهالدرجات، يعني نحن مو كل شخص والله صار عمره 18 خلص وقفوا درجات. بده ثبات لامتى؟ لا نحن بدنا نتاكد انه نحن بعد ال 18 ثبتوا درجات ولا لا، بنعمل له اجل عنا عمره 18 فحصناه، بعد 6 شهور رجعنا فحصناه لقينا ما ثبتوا الدرجات لسه، نرجع بنفحصه بعد 6 شهور حتى نتاكد انه ثبتوا درجات لمده سنه بعد عمره 18 هون بنعمل عمليه الليزك، طبعا في شيء اسمه صوره القرنيه او طبوغرافيا القرنيه اللي من خلالها بنشوف نحن سمات القرنيه هل هي قادره انها تتحمل عمليه ليزك ولا لا. ممكن يكون القرنيه كثافتها ما بتسمح لنعمل سماكتها جراحي. تماما. بدي اشكرك كثير لوجودك معنا دكتور فارس عطار، حضرتك اختصاصي بامراض العين وجراحتها، نورتنا ونتمنى الصحه والسلامه لكل الاطفال اللي عم تابعونا. شكرا كثير لك دكتور، يسعد صباحك. متلازمة الإجهاد البصري هي مجموعة من الأعراض المتشابكة بتشمل الشعور بالثقل والألم بقاع العين بالإضافة للتشويش بالرؤية. على طول الأمراض العينية يا نور بنوقف عندها وبنعطيها مساحة كثير طويلة. هالمتلازمة اللي ذكرتيها أسباب الإصابة فيها عديدة، من الاستخدام المفرط لشاشات الحاسوب والهواتف النقالة والأجهزة الذكية والأنشطة اللي بتتطلب تركيز مستمر. بالإنفوغراف اللي رح يمرق قدامنا رح نقدم مجموعة إجراءات لتجنب إجهاد العين، خلونا نتابع.
الطبق يلي عم يحضره الشيف حسن بحاجة للمسات وخطوات إضافية لحتى يصير جاهز للتقديم. لوين وصل رح ننتقل لعنده مرة جديدة ونتابع المراحل خطوة بخطوة. يسعد صباحكم عن جديد. نحن مثل ما قلنا عم نساوي راس بنعناع، لحم بنعناع. هلا حنساوي الصوص تبعه ونشوف طريقته شلون. حطيت طنجرة على النار، نحط رشة زيت خفيفة فيها، ومنحط الثوم، بدنا نقلي الثوم. ما بدنا الثوم يكون ني لأنه وقت نحطه بالصوص. ما بدنا كتير زيت الصوص نحن تبعنا. الثوم صار تقريبا جاهز، نحن ما بدنا اياه يحمر، بس مجرد انه يستوي والزيت ياخذ من نكهة الثوم. هلا بنضيف شوية المي حوالي تقريبا نص كاسة للكاسة على هو كمية الصوص اللي بدنا اياها. حنضيف النعناع، الصوص ما بياكل كتير وقت، مجرد انه هو تقليبتين ثلاثة، لانه احنا بدنا اياه يكون بس مجرد انه سخن شوي، بس ما بدنا لون النعناع يتغير لونه. هنحط له ملح، هنحط له رشة فلفل، ونحن عنا هون مثل ما قلنا معلقة كورن فلاور، مندوب شوية مي. نحركها رأسا، هنضيف له هلا شوية عصير ليمون. طبعا اضطرينا لقينا انه سميك شوي الصوص، طبعا ممكن يزيد المي تبعنا، ما في اي مشكله اطلاقا. هلا تقريبا الصوص صار جاهز عنا، بس يغلي شوي، حنضيفه كمان شويه مي لانه بده شوي حسو سميك. طبعا بنشوف نحن الملح والحمض تبعه اذا مناسب يكون جاهز عنا الصوص. هلا هيك تقريبا الصوص جاهز، بس نستنى له يغلي غلوه وبيكون عنا جاهز. هلا هيك غلى الصوص، ما بياكل كتير وقت، صار عنا جاهز، منطفي تحت منه. هلا هيك تمام صار عنا. هلا حنساوي نحن على بعض شوي سلطة السبانخ. أنا هون قطفت سبانخ، قطعتها قطع عريضة شوي بالشكل هاد، تمام. حنضيف لها نحن عصير حامض، وحنضيف لها ثوم، نضيف له ملح، نخلطهم شوي مع بعض. هي كتير بسيطة السلطة، بس كتير طيبة وكتير مغذية وكتير مفيدة. في عالم بيستغربوا من السبانخ لأنه بتتاكل نية، إيه بتتاكل نية بشكل كتير طيب بيكون، وبالعكس مفيدة جدا لأنه كل الفيتامينات والمعادن اللي فيها بتضل محافظة على فوائدها ضمنها، طالما انه انت عم نحن عم ناكلها نيه. حنحط لها بندوره كرزيه، ممكن اذا ما في بندوره كرزيه حنحط لها بندوره عاديه، ورشه زيت زيتون خفيفه.
وطبعا نحن ممكن هلا بكره هلا بالاخير بس طريقه التقديم تبعها بنزينها بالجزر وبنشوف شلون طريقه التقديم النهائيه طبعا بالاخير. هلا هيك اكلاتنا صاروا جاهزين. طبعا طريقه التقديم النهائيه نحن بنشوفها سوا مع بعض باخر البرنامج. هلا بنرجع لعند الشباب بنكمل باقي الفقرات لبين ما نجهز الصحن ونقدمه. والف صحه وهنا مقدما. بحياتنا اليومية أكيد صادفنا الكثير من الأشخاص، وإلا منصادف هذا النوع من الأشخاص يلي مفكرين حالهم أحسن من غيرهم وشايفين أنه دائماً هنن الصح، وهذا الشيء عادة بيخلينا نطلق على هدول الأشخاص بالنرجسيين. الغريب وحسب عالم النفس فرويد فالبشر كلهم بيخلقوا بهي الصفة من الطفولة، لكن الخطر هو استمرار هي النرجسية لبعد مرحلة الطفولة. ورد رح يخبرنا الكثير من المعلومات عن هالموضوع. تفضل يا ورد. تعالي يا نور لنخبرك انت والمشاهدين، لانه مثل ما ذكرت نور الاشخاص النرجسيين كثروا وكثروا كثير وصاروا محيطين فينا شئنا ام ابينا. الشخص النرجسي بعلم النفس هو شخص متغطرس شايف حاله ومميز جدا عن الاشخاص المحيطين فيه وبيعتبر نفسه انه هو افضل منهم، ولازم تكون وجوده أو أداؤه أو مهامه اللي عم يقوم فيها هنن أفضل من غيره، وهو عبقري أحسن من الناس المحيطة فيه، ولازم الناس اللي يكونوا حواليه كمان هنن عباقرة. ببالغ بتقدير إنجازاته ومواهبه. هالصفات ممكن تخلينا نفكر إنه هالنوع من الأشخاص سيء جدا وكل الأشخاص رح تكرهه، لكن على العكس تماما يا صديقي، الشخص النرجسي منتفاجأ أنه عنده فرص أعلى لتكوين الصداقات لأنه بيتمتع بكاريزما عالية، وهذا بينطبق بس على بداية العلاقة بالشخص النرجسي، لكن مع مرور الوقت بيبين أنه الشخص النرجسي هو شخص متغطرس وبيبان على حقيقته. كرمال هيك علماء النفس ما تركونا وعطونا بعض الصفات والتصرفات يلي ممكن من خلالها نكشف أنه هذا الشخص نرجسي. يعني أنا ما بعرف إذا هاي الحالة فعلاً مرضية ومتلازمة دائمة ولا لفترة معينة من الوقت. خلونا نروح لقصة النرجسية. وليش منقول نرجسي ما منقول مثلاً اسم تاني؟ أسطورة إغريقية بتتحدث عن النرجسية من خلال قصة شخص اسمه نرسيس. نرسيس كان ماشي من حد بحيرة وقرب ليشرب مي، ووقت شاف انعكاس صورته على المياه وقع بغرام نفسه وجماله ومات وهو على ضفة البحيرة لأنه ما قدر يبعد نظره عن حاله. أو في مقولة كمان بتقول أنه مات لأنه حاول يلمس وشه الجميل على سطح البحيرة فوقع وغرق فيها. يلي بدنا نوصل لإله أنه نرسيس كان عايش أنا ذاك، لكن لو كان عايش بيناتنا وبوقتنا الحالي كان هلأ من مدمني السوشيال ميديا وبقوة، لأنه بهالسوشيال ميديا بيقدر الشخص النرجسي يشوف انعكاس جماله من خلال الصور يلي ممكن كان يحطها على الانستغرام مثالا. وهذا بيوضح بالضبط أنه السوشيال ميديا هي المكان المفضل للأشخاص النرجسيين. من خلال السوشيال ميديا بيقدر الشخص النرجسي يقيس إعجابات الناس فيه وتعليقاتهم واللايكات، ويستمتع بالمديح والمجاملات بالتعليقات وحتى لو كانت نفاق عبر السوشيال ميديا. وكل ما يزيدوا المعجبين ويزيدوا المتابعين والأصدقاء كمان بيتشجع ليعطي أكثر وأكثر، سواء من نشر الصور أو مشاركة الآراء. لهيك النرجسيين هن أشخاص مدمنين على السوشيال ميديا وبيعملوا شو ما كان ليحافظوا على صورتهم وصورتهم أمام جماهيرهم ومتابعينهم. يعني منشوف النرجسية بترتبط أكثر شيء بالمشاهير، ولكن النرجسية السيئة على السوشيال ميديا ظهرت بشكل واضح ببعض زوايا الإنترنت. كيف؟ رح نخبركم.
باحثين مهتمين بدراسة الشخصية النرجسية وصلوا لنتيجة قالت بحالة تجاوزت النرجسية عند الشخص الحد الطبيعي فممكن يصير خطير على نفسه وعلى غيره كمان. وبزمان السوشيال ميديا صار فينا نشوف نتائج هالدراسة على الشاشات ورح نستعرض مخاطر هالشخصية سوا. الشخص النرجسي بيعشق الدراما وممكن يختلق مواقف خطيرة بدون ما ياخذ بعين الاعتبار مشاعر الأشخاص الآخرين، مثل اليوتيوبر جي ستيشن يلي اعترف بأنه زيف وفاة صديقته أليكسا وضغط عليها لتقبل بهالموضوع حتى يجذب عدد أكبر من المشتركين لقناته، وحتى عمل قبر إلها وصور حاله وهو عم يزوره. أهل أليكسا ما تقبلوا الموضوع وطلبوا من بنتهم أنها توقف هالمهزلة وتقدموا بشكوى للشرطة بحق جي. بالنسبة للنرجسي فإنك تكون مسيطر وتعمل يلي بدك أهم من إنك تقلق على مشاعر الآخرين. هيك كان تفكير اليوتيوبر كانغي وارين يلي حكم عليه بالسجن لمدة 15 شهر ودفع غرامة بقيمة 22,000 دولار بسبب تصويره لمقلب عمله مع رجل مشرد أعطاه فيه قطعة بسكوت محشوة بمعجون أسنان بدل من الكريمة. محكمة برشلونة حكمت عليه بتهمة إهانة كرامة الضحية. كل الناس يلي حواليه هن عبارة عن أمور ممكن يستغلها حتى لو كانوا أطفاله. مايكل وهيذر مارتن المعروفين على يوتيوب باسم دادي أو فايف أند مامي أو فايف اتهموا من قبل متابعينهم بأنهم عم يستغلوا أطفالهم الخمسة بشكل سيء عبر الفيديوهات. الفيديوهات هي عبارة عن مقالب ممكن توصل لأنهم يخلوا الأخوة يضربوا بعض بالقصد. بالظاهر هالشي سبب مشاكل نفسية عقلية وجسدية حقيقية عند الأطفال، الأمر يلي دفع الحكومة الأمريكية لحرمانهم وسحب حضانة 2 من أولادهم. يعني حب لفت الانتباه وجمع اللايكات والتعليقات عبر السوشيال ميديا فيسبوك أو إنستغرام هو حب قاتل إذا تجاوز حده الطبيعي ومرحلة معينة. بالنهاية الإنسان النرجسي هو إنسان بيعاني من اضطراب الشخصية النرجسية يلي يعتبر نوع من أنواع المرض النفسي، ومن الضروري التحكم فيه بمساعدة اختصاصيين نفسيين. ومثل ما ذكرنا سابقا بأنه كلنا نخلق بهي الصفة شيء من حبه، ولكن إذا ما قدرنا نتخلص منه لاحقا وتدريجيا مع التقدم بالعمر ممكن تتحول لكارثة. الطفل إذا احتفظ بصفاته النرجسية مع التقدم بالعمر نتيجة الأخطاء اللي ممكن يرتكبوها بعض الأهالي بتقديس نرجسية طفلهم ممكن تدمر شخصيته لاحقا. رح نعرف كيف ممكن الأهالي يتصرفوا مع أطفالهم ونشوف مع بعض بهالتقرير. إنه يكون عندك طفل بيفكر دائماً إنه هو أحسن من غيره بفعل أي شيء أمر سيء، مو بس للطفل إنما بالنسبة للمجتمع ككل. فالأهل ممكن يعتقدوا إنهم عم يساعدوا طفلهم لبناء ثقته بحاله لما يبالغوا بتقييم إنجازاته، لكن بالواقع هنن عم يطوروا عنده نزعة النرجسية. وهذا شيء ممكن يصير نتيجة تصرفات معينة منا. مدح شخص الطفل بدلاً من أدائه. المدح المفرط للذكاء وغيره من القدرات الفطرية بتعزز النزعة النرجسية. بالمقابل ممكن تمدح عمل الطفل الجاد والجهود يلي بذله، فبدل ما تقله أنت نجحت لأنك ذكي ممكن تقول أنت نجحت لأنك درست منيح. المبالغة بتقييم قدرات الطفل وتعظيمه. الآباء يلي بيحكوا لأولادهم بأنهم أكثر تميزاً أو بيستحقوا أكثر من غيرهم أو يلي بيعملوه مستحيل حدا تاني بالعالم يعمله، هالأمر بيلعب دور رئيسي برسم الطفل صورة غير واقعية عن نفسه. الحب المشروط. بعض الأطفال ما بيحصلوا على المديح من آبائهم إلا لما يحققوا نجاح معين سواء دراسي أو رياضي مثلاً، الأمر يلي بيخليه يحس إنه لازم يكون الأفضل ويفشل الآخرين حواليه، وبالتالي ازدياد الميول النرجسية.
الإهمال. إهمال الوالدين للطفل بيطور عنده مفهوم غير واقعي عن نفسه، فبيتضخم شعوره بالذات كرد فعل عن إهماله، فبيصير نرجسي. يعني فعلا في ناس شو ما عمل ابنه بيصفقوله، بيعملوا له حفلة وبرافو وتقبر قلبي ودخيل عينك. اوكي حلو دعم الطفل وحلو انه نحب اطفالنا، ولكن مثل ما شفنا بالدراسة اللي اكدوها علماء النفس، المبالغة بدعم الطفل يعني موضوع ممكن يؤدي لتفاقم النرجسية عنده لاحقا، وعن طريق الابتعاد عن الممارسات الخاطئة اللي شفناها بالتقرير، بالاضافة لكم شغلة تانية مثل انه تحب طفلك شو ما عمل بدون شرط وتمدحه على شيء بيستحقه فعلا، وتعلمه القاعدة الذهبية اللي بتقول عامل الناس مثل ما بيحبوا يعاملوك. ممكن يا نور نبتعد عن طفل نرجسي مستقبلا لما يكبر، ونبتعد عن تكريس حب الذات المبالغ فيه عن طفلنا. تمام، انه حتى ورد بنصير بنخاف وقت بنشوف حدا من اصدقاء او زملاء اولادنا بيعاني من هي النرجسية لانه يتفشى هذا الموضوع لباقي الزملاء. اكيد معدي طبعا، يكون معدي بطريقه صحيحه وسليمه، وفعلا يكون الواحد نرجس بالاشياء اللي بيملكها يلي تعبان فيه لحتى وصل لهذا المكان، مو باي شيء ثاني اللي هو يتميز فيه ان كان جمال او حتى مثل ما قلت بالسوشيال ميديا. صحيح. وهلا صار الوقت لننتقل لدقائق من رياضه الصباح، خلينا نتابعها سوا. يسعد صباحكم، معكم الكوتش نار من أبتاو سبورت أكاديمي. اليوم حناخذ مجموعة تمارين للمعدة والخواصر. رح بلش دغري أنا بأول تمرين، رح أحتاج وزن ورح أكون على الواقف. من هون رح شد معدتي كلياتها، شد ظهري وصدري، أخذ الوزن من هون ولف يمين ويسار، عم نشغل الخواصر والمعدة. فينا نعتبر هذا التمرين تحماية لبداية تماريننا. عشرة رح ريح، حط الوزن على الأرض ونبلش بأول تمرين معانا اليوم. حنزل داون، من هون رح أخذ رجلي اليسار مع إيدي اليمين، أب داون، طالع نفس فوق، ناخذ نفس واحنا نازلين لتحت. عشرة رح ريح وبدل على الطرف الثاني. عشرة رح ريح. هلا على نفس البوزيشن ايضا رح حط ايدي هون، رح اطلع لفوق داون فوق تحت. عشرة رح بدل على الطرف الثاني، اب داون. عشرة رح ريح. فينا ناخذ نفس ونكمل مجموعاتنا، وانا رح اروح على التمرين اللي بعده. رح ارفع رجلي اثنين زاوية 90، من هون رح نعمل بايسيكل ورح ناخذ رجلي لتحت اكثر لما عم نعمل البايسيكل لحتى نشغل الجزء السفلي من المعدة. يعني واحد اثنين ثلاثة اربعة تسعة عشرة راح ريح. هلا من هون راح نبلش بتمرين الجزء العلوي من المعدة. تمارين اليوم كلها بسيطة وكل المبتدئين فيهم يعملوها بالبيت. من هون راح اطلع وحاول المس ركبتي من فوق، شد باخذ نفس طلع نفس وبرجع بنزل باخذ نفس لفوق طلع نفس، نثبت فوق 3 ثواني.
حرية. بكفي بتمارين المعدة انه احنا نعمل 15 عدة وهيك بنكون خلصنا تماريننا اليوم، وبتمنى اشوفكم بالحلقات الجاية. التحاليل هي الوسيلة الأكثر أماناً للوقاية والكشف المبكر عن كل الأمراض، وتعتبر استشارة الطبيب المختص من الأمور يلي لازم الكل يتبعها وقت يعاني الشخص من أي عارض. ومن التحاليل يلي لازم يعملها الشخص يا نور، وخاصة الذكر والأنثى، يعني ما نفصل أو نحدد إنسان معين للخصوبة أو لا، هو تحليل LH يلي بيكشف عن مستوى الخصوبة لنعرف أكثر. تابعوا معنا. التحاليل والفحوصات الدورية أمر ضروري للإطمئنان على صحة الجسم، ومن أهم التحاليل اللي يجب علينا إجراءه قبل الزواج هو تحليل الـ LH أو ما يعرف بهرمون الهملوتيد اللي بينتجه الرجال والنساء على حد سواء. فما هو وما هي أهميته؟ تحليل الـ LH هو الـ LH هرمون يفرز من الغدة النخامية للسيطرة على الأقناد. الأقناد يعني الهرمون، يعني الغدد الجنسية عند الذكر وعند الأنثى. بفيدنا تقييم الـ LH عند مرضى تأخر إنجاب، عند السيدات في حال تأخر إنجاب، بإعطاء البروتوكول العلاجي المناسب للحصول على إباضة جيدة. بيكون مرتفع الـ LH أيضا عند سيدات المصابات بمبيض متعدد الكيسات الـ BCO. عند الرجال ارتفاع الـ LH ممكن يعبرنا عن حالة عقم، خاصة إذا كان مترافق مع ارتفاع الـ FSH في حالات ضمور الخفيف أو dystrophy of testes، ضمور قصور الخصية. عند الطفلات ممكن يفيدنا في حالات البلوغ المبكر، يعني طفلة عمرها 7 سنين وعندها الـ LH طبيعي، لازم يكون أقام الطبيعي، ممكن نتنبأ بحالة بلوغ مبكر. أما الأسباب الرئيسية اللي قد تجعل الطبيب المختص يطلب تحليل الـ LH هي فحص الخصوبة للرجل والمرأة، التأكد من عدم وجود مشاكل بالغدة النخامية، عدم انتظام الحيض، انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون عند الرجال، الدافع الجنسي المنخفض عند الرجل، انخفاض الكتلة العضلية عند الرجل. الكشف المبكر عن المرض من أهم طرق الوقاية، والقصة العائلية ببعض الأحيان تفرض إجراء تحاليل دورية، وأيضاً تقدم بالسن قد يعرض الإنسان للإصابة بمرض ما، وهو ما يجعل استشارة الطبيب المختص عند حدوث أي شكوى حتى وإن كانت بسيطة أمر لابد منه. أبراجكم وحظوظكم وشو مخبي لكم الفلك. نجلة أباني رح تخبرنا. يسعد صباحك يا نجلة. صباح الخير يا ود. صباح الخير يا ود. صباح الخير للجميع، ضلوا بخير وأيامكم سعيدة، مرتاحين ومبسوطين. اليوم 1 تشرين الثاني، يعني بداية شهر جديد، كواكبنا ما زالت في أماكنها. المشتري اللي هو كوكب الحظوظ السعيدة دائما لما بيدخل برجنا بيمنحنا نوع من أنواع الحظوظ السعيدة، بس كونه ببيته يعني بالجدي، هو كوكب الجدي الأساسي هو المشتري، لا كوكبه زحل، فهو ما نو كتير قدر يمنحنا حظوظ كتيرة، وتقريبا للجميع وخاصة للجدي. الجدي هلأ آخر 3 شهور ممكن تكونوا أفضل بالسنة، هالشهرين اللي جايين، بس الأكيد إنه الوجود المشتري في الجدي بيعمل بعض المضايقات للميزان، للسرطان، للحمل. هدول 3 أبراج ما بيكونوا كتير مرتاحين. المريخ موجود في برج الحمل متراجعاً، هو أصلاً وجوده في برج الحمل بيعمل بعض المضايقات لمولود الميزان، لمولود السرطان ومولود برج الحمل، فما بالكم لسه بالتراجع. طبعاً المريخ هو الكوكب اللي بيخلينا عصبيين، كانوا القدماء يسموه كوكب الحرب، بس يدخل على برج بيجعله عصبي، بيجعله متضايق. هو والأبراج اللي مقابلة بنسميها، يعني بالزوايا، وقت بتكون زوايا تربيعية ما أنا كتير مريحة، مثل ما قلنا إنه برج الميزان، برج السرطان وبرج الحمل، هدول أبراج ما كتير مرتاحة. والجدي طبعا بوجود المريخ في برج الحمل متراجعا لآخر أيام عطارد عم يتراجع. العطارد هو دائما كوكب المستردات والأوراق والذكاء، فدائما بالتراجع. انتبهوا على هاي القصة، وفعليا هي حقيقية، كونه عطارد أقرب الكواكب للأرض، فأنا دائما بقول لهم عطارد ملموس، يعني
آثاره بتحسوها ملموسة. اللي قلنا دائما إنه هاي الفترات اللي فيها تراجع دائما هو للكلمة المنطوقة. كلياتنا منحس بإنه نحنا ما عم ننطق صح، عم نخربط بالكلام، جمل ما كتير صحيحة طبعا، خاصة هلأ عطارد يلتف متقدما، يعني هو أقرب للأرض بالالتفاف، بده يلتف متقدما. هلأ بعد بكرة رح يكون التف متقدما، بس على الالتفاف بصير أقرب على الأرض فبصير تأثيره أكبر. موبايلاتكم مثلا ممكن تتعرض لا سمح الله للكسر، للسرقة. في نوع من أنواع العصبية حوالينا على كلين، ليس فقط بسبب تراجع عطارد وقربه قلنا بهي الفترات من الأرض، كمان بسبب وجود المريخ في برج الحمل. زحل هو كوكب بيدخل بيأثر علينا 7 سنين، إذا كان بموقع جيد، هلا هو بالجدي طبعا، إذا كان بموقع جيد تأثيره جيد 7 سنين، وإذا كان تأثيره سيء فبيكون من هون ل7 سنين. هو تأثيره متعب شوي للميزان، للسرطان، للحمل، على الأشياء الأساسية الكبيرة. الحمل على صعيد أموره المهنية عنده 6-7 سنين فيهم جزء من تعب بالمهنة، دائما بده مهنته كتير من الجهود. السرطان على صعيد أموره العاطفية ما كتير بشوف أموره العاطفية الأريح مع الآخرين، أموره الشخصية والميزان عائليا عموما من هون ل6-7 سنين عنده نوع من أنواع التغييرات، قد يكون زواج بيبي، يعني هذا كله يعتبر تغييرات. خلونا نبلش بأخبار أبراجنا. صرفه عم بيكون أكثر مما يجب بوجود عطارد متراجعاً في برج الميزان، وهو موقع مانو كتير مريح للحمل مثل ما قلنا، إضافة إلى تراجع المريخ في برجك مما عم بيخليك تدفع مستحقات، تكون مصرف أكثر مما يجب. الأمور ليست في أفضل حالاتها مولود برج الحمل. ما بعرف إذا القصة ضيوف، مرض، زيارات، أعطال، مثل ما قلنا قصص العلاقة موبايلات أو بالكهربائيات، وارد يكون فيها لا سمح الله نوع من أنواع الأعطال. برج الثور الأمور جيدة، وخاصة بدخول القمر اليوم لبرجه، شيء له علاقة بالنشاط، ربما الأسري، ربما العاطفي، في شيء من الإيجابيات حواليك. وهي الأسبوع القادم الأسبوع الأفضل لتحسن أمورك العاطفية بدخول الزهرة أكيد إلى برج الميزان صديقك. عموما عندك ذكاء حاد، عندك سرعة بديهة، عم تعيد السلام لحياتك ومليان بهاي الأيام حيوية. عزيزنا مولود برج الجوزاء الأمور العلاقة بالنميمة اليوم، يوم للنميمة بامتياز، أو كران حاله أو متضايق من بعض الأمور مانو كتير الأريح. على كل الأحوال يعني واقفة الأمور لا هون بده يحكيها، فأنا ما كتير بنصحك تحكيها. إذا في شيء مضايقك بهاي الأيام، أنت عصبي اليوم بردود أفعالك، أنا أقولي تستنانا لبكرة الصبح أو هو لبعض الظهر ليدخل القمر على برجك، يعني أمورك حتكون حاملت لك الرضا أكثر، على الأقل حتكون أكثر إقناعاً لمن حولك فيما لو ردت تحكي. عزيزنا مولود برج السرطان يوم فيه علاقات اجتماعية بامتياز، في تفاؤل عم بيرافق خطواتك، مبسوط بمن حولك، أصدقاء، أهل، عائلة، أنت مؤثر على من حولك مولود برج السرطان، وغالباً يوم أنت مبسوط فيه. عم تنظم بين عملك بين أمورك الاجتماعية، في لقاءات ربما عابرة أو سريعة، في أصدقاء، أهل، حبيب ربما عم بيعملوك اليوم حدا سعيد. مولود برج الأسد أنت اللي مو كتير مرتاح، واليوم عندك ضيقة خلق، غالباً أنت اللي عم بتفاقم الخلافات بشي كلمة غير مقصودة غير معنية، عم بتلاقي سبب للصدام مع من حولك، يمكن أخبار عم تسمعها أو محطات اليوم عم توقف عندها. هلأ أنا برأيي الأمور محتاجة تحل مشاكلك، بس أولاً استنانا لبكرة ليدخل القمر على برج الجوزاء لتكون الأمور أزبط لألك. ثانياً أعتقد أنه في شيء من مانو كتير إيجابي، نوع من أنواع المشاكل المربكة اللي أنا بتمنى أنك ما تصعدها اليوم. عزيزنا مولود برج العذراء اليوم إيجابي جداً لتسيطر على أوضاعك، لتصل لهدفك، لتكون مرتاح بأنك تشرح مشاعرك بشكل إيجابي. عندك غفران أو محبة أو طاقة إيجابية، عم تواجه اللي ضايقك بطريقة جيدة، يوم يوم جيد، عم تغفر أخطاء عثرات وعم ترتب أمورك، يعني في حظوظ مساعدة عموما. عزيزنا مولود برج الميزان اليوم الأمور بالمجمل جيدة، على الأقل في محبة من المحيط لألك، مثل ما قلنا الزهرة دخلت على برجك، عم تستعيد إذا ملاحظ أصدقاء قدامى، في ناس غاليين على قلبك اليوم حواليك، ربما في مدح أو دعم أنت بتستحقه، في أمور شخصية ممكن تكون إيجابية. يوم لا يعتبر سيء عموما، بس أنت مركز للعواطف الإيجابية، لذلك حاول تكون أنت إيجابي اليوم.
مولود برج العقرب غالبا للتأجيل أو للتأخير، وصل لك يومين مكركب، مع أنه أنا بعتبر اليوم أفضل ما أنه سيء، بس لسه في نوع من أنواع التعب العائلي أو الشخصي، لسه لازم تتطلع على إيجابيات الأمور، لسه الأمور بالنسبة لك أخذ طابع نوع من أنواع المكابرة، العناد، بعض المضايقات، يعني مثل كأنه حدا هيك يعني ناشف أكثر منه رقيق أو ودود. اليوم كتير ودود مولود برج العقرب. مولود برج القوس اليوم الأمور بالنسبة لك جيدة، مع أنه عندك 100,000 قصة شغلتك. هلأ أنا أميل أنه شوفه يوم مو كتير جيد لمولود برج القوس، مع أنه فلكياً ما نسيء، بس المشكلة أنه اليوم شغلك كتير، عندك ضيقة خلق من الآخرين، وحاسس هاي الأيام للنزاعات المحتملة مع الآخرين، ما كتير مرتاح، يعني ممكن في شيء صحي عابر تحتاج لك في شيء حبة مسكن، نوع من أنواع تعب المعدة مثلاً أو وجع ظهر. اليوم الشغل هو الآخذ حيز كبير من اهتمامك. اليوم الجدي أموره جيدة، عم بيحقق نجاح وعم بيبرمج أموره ليقود مجتمعه باتجاه الأفضل. يوم للاجتماعات إذا ظرفك يسمح، لنقاشات إذا ظرفك يسمح، لسفر ربما، لتشرح آرائك ربما، لتبحث عن حلول ولترفع رصيدك عند المحيط، ويعتبر يوم جيد لألك. في كلام جواتك اليوم قادر تطالعه. عزيز لمولود برج الدلو اليوم المحيط ممكن هو اللي يستدرجك للشجار. يا اخي انت مالك علاقه، قاعد لا هيك حاطط ببالك شجار، بس ممكن الاخرين يتخانقوا معك، انت لا ترد عليهم ولا تتخانق انت وياهم ولا تاخذ وتعطي معهم، لانه بالغالب انت اليوم عصبي ما انك كثير مرتاح، فما بالك اذا كان في حدا استفزك بقى من الناس اللي حواليك، حتى لو من باب المزح اليوم جوابك ممكن يكون شوي عنيف او شوي عدائي. أنا أعتقد أنك الآن على قصة عائلية أو شخصية. مولود برج الحوت اليوم للحركة، لتمتن علاقاتك بمن حولك وتسعد مع من حولك. ما بعرف، في نوع من أنواع الفرح العائلي، في عم تتقدم اليوم انشغال أنت بتحبه، عم ترتب أمور بشكل إيجابي، يمكن أبواب جديدة عم تنفتح لك إن شاء الله يا رب وللجميع، قصة منزلية عاطفية يمكن إيجابية. خليني عايد مولود اليوم لمولود 21 الثاني، واتمنى له السعادة. شخص ناجح، ذكي، اجتماعي، شخصية تقليدية عموما، يعني كلاسيكي، ما كتير بيعرف يغير شيء بحياته، بس حدا متواصل مع الآخرين وبيعتبر التواصل قصة كتير مهمة. عنده ذكاء لافت، قد ما بلغت ثروته بيضلوا بيحب الشغل وبيحب العمل، لا يتوقف عموما. أحيانا ما تحسه هيك مغرور لأنه بيحكي عن حاله، بس عشق للذات مو غرور عموما. بالعمل شخص نظامي مولود واحد، مانو ما كتير بيحب الخناق والأخذ والعطاء أو الأوضاع التي تتطلب مواجهات، حدا أميل للسلام، صديق وفي عموما، حساس وطيب. سنة لألو سنة جيدة، خاصة للارتباط إذا وضعك يسمح، وبامتياز لألك أو لأحد أفراد العائلة القريبين منك. الأمور المالية جيدة، خاصة هلأ بقى بدخول الزهرة لبرجك اللي ممكن تحمل لك مال وعمل حلوين بالنسبة لك. غالباً هو هذا الشهر للإيجابيات وللتغيير باتجاه الأفضل. هلأ الحظوظ مساعدة، واللي رايده رب العالمين بيصير. ألفت 90 يسد أوقاتك يا ألفت، عم تسألني مع زوجها، معنك بإحدى العلاقات الأفضل يا ألفت، هاي شغلة حطيها دائما ببالك. منيح كنت وبرج الحوت وبرج الثور، لأنه هون العلاقة الأفضل، ولو ما هيك ما كنا يعني ما كنت استمريتوا، لأنه العلاقة صينيا هي الأسوأ. بدنا تكون عندكم إحساس أنه أنا كتير صح وماني بحاجة للآخر أيا كان هذا الآخر، والعلاقة الزوجية دائما تقوم على التنازلات لأجل الآخرين، وأنتوا ما بتعرفوا تعملوها، بس يعني الثور والحوت أموره جيدة مع بعضهم، وهذا اللي عم يخلي العلاقة مستمرة وإن شاء الله طول العمر. بس يعني هالبقية من السنة ما كتير مرتاحي ماليا، الأشهر القادمة ببدايات العام رح تكون كتير أفضل يا ألفت. إن شاء الله يكون العام القادم للجميع أفضل من العام اللي راح، ويسعد صباحك. شكرا كتير لك يا نجلة. شكرا كتير لك يا مدام. مرة أخيرة رح نرجع لعند الشيف حسن ونشوف الطبق بشكله النهائي. هلا عم نساوي قراص بنعناع اللي سويناه هون، هي حطيناه هون وحطينا معهم الصوص، تيجي احدى طرق التقديم، وقدمنا قدام منهم سلطه سبانخ مع البندوره الكرزيه، والف صحه وهنا، ان شاء الله تعجبكم.
لهون مشوارنا الصباحي بيكون خلص معكم ان شاء الله يا رب. حلقتنا تكون نالت اعجابكم. شو بدك تخبرنا وتذكرنا يا ورد؟ بدي اذكر المشاهدين باللي عم يطلع اسفل الشاشه. عم يطلع اسفل الشاشه ذهب بقيمه 3 مليون، كيف بتحصلوا عليه؟ بالمشاركه بمسابقه وين وين، والفرصه ما زالت متاحه لكل حدا عم يتابعنا. اتبعوا التعليمات، ابعثوا لل 10-50 من اي خط سيرياتيل. طبعا انا عم غش، عم بنقول الرقم من تحت الشاشه حتى انقله بشكل صحيح، وما تروح الفرصه عليكم ولا حتى على اي حدا شارك ولسه بده يشارك. بكره السحب ببرنامج صباح الخير على قناه سما. تبقوا بالف خير. تبقوا بالف خير. باي باي.